اهلا بيكم في قناه سوبر سما وحلقه جديده ولعبه جديده. اللعبه مش جديده قوي بس ناس كتير قوي ما تعرفهاش، اسمها رايد اوت هيروز. اللعبه دي يا جماعه باتل جراوند زيها زي بابجي بالظبط، وكمان بننزل في عباره عن خريطه 100 لاعب والناجي الوحيد هو اللي بيفوز في الجيم. هي طبعا فيها سولو دو وسكواد، وفيها كمان ار بي يعني اللي هو الرايد باز زي اللي هو سيزون باز زي بالظبط بابجي، بس دي لعبه مختلفه تماما. بيبقى معنا بقى ديناصور وبنركبه وبنروح بيه بدل العربية وحاجات كده، والأسلحة نفسها أسطورية. يعني زي ما انتم شايفين دي الشخصية بتاعتنا الأولانية اللي بنبدأ بيها، وفي كمان شخصيات تانية بس بتبقى بفلوس أو في مراحل معينة. هنا زي ما انتم شايفين السلاح مش سلاح في العصر الحديث، هو سلاح أسطوري. فاللعبة كلها عبارة عن لعبة أسطورية بس باتل جراوند و100 لاعب وشبيهة ببجي بالظبط، بس دي ممتعة أكتر بقى يا جماعة للأطفال. يلا بينا نبدأ مع بعض جيم ونشوف الدنيا عاملة ازاي جوه. بسم الله. اتناشر ثانية ولسه الجيم ما دخلش، وده طبعا زي ما قلتلكم مفيش حد كتير عارفها، يعني هي مش مشهورة قوي. بس على فكرة هي على قد ما هي مش مشهورة هي ممتعة جدا جدا جدا. هتشوفوا دلوقتي فكرة مختلفة تماما في الباتل جراوند. اوكي احنا كده دخلنا خلاص الماتش. نوطي بس الصوت شوية عشان تقدروا تسمعوني. اوكي هو هنا بيقول لي هختار الجولدن ولا الرينج ولا البيبر، خلينا في الرينج. اوكي انا عايزه اجرب الكاركتر دي. اوكي دي هتضرب بسورد اللي هو السيف ماشي، انما التانية اللي كانت معايا تقريبا ساحره اللي هي حاجات الويزرد وكده. وزي ما انتوا شايفين احنا راكبين من طاد. بصوا امتاع امتاع لا نهائي بجد. اوكي احنا ننزل مع نمبر 1 ماشي. اوكي 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 بصوا الخريطه حلوه قوي كمان والجرافيك فظيع. والالوان بقى خرافيه بجد. نزلنا نمبر 1. اوكي النطه دي هتبقى كبيره شويه. طب بقول لكم ايه، خلونا هنا بقى في البيت ثواني نظبط الكنترول بتاعنا. فين الكنترول بتاعنا؟ انا عايزه الكاستم. اوكي 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 هو بس احنا نقدر نكبر الكنترول انما ما نقدرش تقريبا نغيره. طيب ماشي هنكمل على هذا الاساس. ايه الحاجات دي؟ دي الاس. اوكي بكس بكس بكس. هات 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 الحاجات دي هات. اوكي بوكس تاني. طيب اوكي انا مش قادره اركز من صوتهم في المايك فخلينا نقفل عليهم بس السبيكر وندخل الزون. بس انا كنت عايزه حاجه بتضرب من بعيد مش عايزه السورد. السورد هيبقى صعب شويه ولازم مواجهات قريبه وكده. ايوه كده ايوه كده ادونا بقى الاسلحه شطار. الرينج ده احسن من اللي معانا. احسن كويس ان احنا خدناه. ونمسك الاي كي. طيب السلاح ده خلينا نجربه.
ماشي، مش رشاش. طيب ده شوت جن، شوت جن اعتقد كويس. خلي معانا الشوت جن. ايه ده؟ ماشي جود جدا كويس. انا بحب الحاجة اللي بتضرب اوتوماتيك احسن مليون مرة من اللي بتضرب بتاع ده سنجل. لا اعتقد اللي معايا اقوى. او ماي جاد، في حد هنا، في حد هنا، اهو اهو. هايل، حاولتها. ديناصور صغنون، واو. قلت لكم اللعبة ممتعة جدا، لازم تجربوها على فكرة. وريني بقى معاكي ايه يا قطة. ماشي اوكي، حاجاتي احسن. في حد تاني بيضرب، في حد تاني بيضرب. اهو اهو اهو. ماشي ماشي، هجيبك 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 هجيبك. تعالي بس عشان انا الايم بتاعي بطاطا. لا تمام، السلاح ده مش ظابط معاكي، فهنخليكي بقى ايه، تعالي عند الاوك ايه، ولازم اجيلك. اتنين 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 اتنين. نو 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 نو، سرقت مني الكلية، سرقت مني الكلية. لا 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 لا، حد ينقذني يا جماعة. ايه ده ما شاء الله، لا انا نازلة معاهم اصلا. طيب طيب، شاكرين 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 جدا يا جماعة والله، وانا اكتر حد عامل دامج فيهم ما شاء الله. هو ده اللي اخترع شوي، هو ده اللي اخترع شوي، بس انا محبش العب سولو برضو. عادي 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 عادي، انا هادية مش متعصبة خالص من اللي حصل. هنعمل جيم تاني. ايه المزية دي، ايه المزية دي يا ناس. اوكي ماشي، اطلعي بقى خلاص، شكرنا فيكي وقلنا عليكي حلوة خلاص. ماشي ماشي يا سيدي، اوكي بعدين بعدين، عايزين دلوقتي نروح بس نرجع حقنا. اللي حصل ده، اللي حصل ده مش هيعدي، مش هيعدي بالسهل ابدا. يلا نخليها ايه. طيب هي اجواء كريسماس كويسه وكل حاجه، بس هنخليها ايه، سولو ولا دو؟ خلينا زي ما احنا كده سكواد، ونجرب مره تاني. بس على فكره الاسلحه اللي كانت معايا دي مش جود، مش جود، اسلحه قذره. هو تقريبا بيدخل عند 30 ثانية، وكل ده لما بيجمع تيم ندخل مع بعض. خلاص الماتش يجي. اكتر حاجة عجباني في اللعبة دي يا جماعة هي حتة ان احنا لما بنضرب بعض بنتحول ديناصورات، عجباني قوي. نجرب بقى حاجة مختلفة عن الرينج، وناخد الكاركتر دي ولا دي. لا انا عايزاها ساحرة. اوكي خلينا بدي. اوكي اهي الماونت اللي حكيت لكم عنها، بننزل الماونت من هنا وبنجري بيها زيها زي العربية او الموتوسيكل بالظبط في ببجي. بصوا سريعة كمان، واو واو واو. حلو جدا. وبنستنى تقريبا دقيقة على ما بندخل الجيم.
بص الكاركتر البينكي دي تحفه 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 تحفه. انت جايباها منين يا بت يا بت؟ واو دي كل الدراسات بتاعتها قمر قوي. من طادي من طادي. انا مش بختار احنا بننزل فين، انا بنزل معاهم خلاص ومحدش اصلا بعت لي فولو. طيب تمام تمام نمبر 1 تقريبا خرج من الجيم. لا انا معاهم مع رقم 4 ماشي، بس رقم 1 مش معايا خرج من الجيم. ليه بقى؟ علشان عيل كلبوب عادي. احنا بننزل بدرون. واو يعني انت لقيت بيك الدنيا منزلنا برا البيت، استغفر الله العظيم يا رب. عايزين سلاح عايزين سلاح. اوكي اوكي اللي بيبقى معانا في التيم بيعملوا عليها مارك اللي هو ايه ما ينفعش نضربه، واللي معناش طبعا بيبقى خلاص اوكي بنضربه. انا مشكلتي بس في الكنترول، الكنترول مش مساعدني خالص، مش ده الكنترول بتاعي. في هنا حد بيضرب اهو، خلينا بس ناخد دي وننزل لهم نقطعهم. انتوا فين انتوا فين؟ ايه ده الرجل جنبي بس انا مش شايفه. اهو اهو ايه الريحه القذره اللي انت عملتها في المكان دي؟ او ماي جاد، وانا ماسكه السلاح ولا مش ماسكه السلاح ولا في ايه بالظبط بيحصل؟ طب خلونا نبدل السلاح ده، ناخد مكانه ده و عايزه اجرب ده كمان. ده بيضرب ازاي بقى؟ لا حلو عايز اصلا ده السلاح اللي معاها بره في اللوبي. ماشي اوكي خلينا بيه هو بقى. لا قوي قوي جدا قوي جدا السلاح ده. عايش عايش عايش. انت هتروح فين؟ لا والله بجد اللعبة دي عجبتني عجبتني جدا. خلونا طيب نركب الماونت بتاعنا ونروح ورا وخلاص. اه احنا برا الزون تقريبا. ماشي يلا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انزلي 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 انزلي. تعمل ايه يا اسطى تعمل ايه يا اسطى؟ الكلة اتحسبت لمين فينا؟ الكي دي انا. اوكي جاتي انا. في واحد اهو واحد اهو. اضربي اضربي. وراح فين اهو؟ يا ساتر ده على فكرة كان هيخلص علينا. هوت هيلز مع ايه بقى؟ مع حاجات لا عادية. اوكي
اوكي يلا بينا نركب الماونت بتاعنا ونروح ورا رقم 4. رقم 3 فين بقى؟ لا انا رقم 3، رقم 2، انا قصدي رقم 2. اوكي انت كده خارج بره الزون على فكرة، اللي هو انت بتسوحني مثلا ولا ايه؟ بصوا انا ماليش دعوه بيه، انا همشي زي ما انا بقى، ادخل قلب الزون وبعد كده اشوف حد اضربه، لان انا حاسه ان هو مش كافي يعني في اللعبه دي، مش محترف زيي كمان. اوتو فاير، خليها اوتو فاير. ايوه كده صح، نحنا بس نعمل الايم بتاعنا، نظبط الايم بتاعنا، هو يضرب لوحده كده. احنا وصلنا فين؟ لا نكمل تاني، نكمل تاني. واو الماونت بتاعنا بينط كمان. اللعبة المفروض ان هي في عصر قديم قديم جدا، اللي هو العصر بتاع الديناصورات تقريبا، بس في نفس الوقت حاطين فيها اسلحة وشوت جن وايكي وحاجات كده، في حاجة مش منطقية بس هي ممتعة. فين الناس؟ احنا مالنا ماشيين بصحراء كده ليه؟ فين الناس؟ اه الماونت ما بيعومش. طيب اوكي ادينا عرفنا ان الماونت ما بيعومش. حاسه ان هيظهر حد هنا دلوقتي، خلونا نشوف في البيت ده فيه ايه. ايه يا صاحبي إيه؟ خبطني يا صاحبي. شوت جن، ايه تاني؟ مش خلينا ناخد دي. نفس زي اللي معانا بالظبط، ما هو اللي معانا برضو ازرق، اللي معانا برضو ازرق. اوكي انا طبعا كده مخليه الجرافيك بتاعها اللي هو الترا اتش دي، بس انتوا لو فيها لاج معاكم او حاجه ممكن توطوا الجرافيك عادي، يعني خلوه مثلا ميديم او سموز. طيب كويس، احنا في الزون، في نص الزون تقريبا. في حد بيضرب عليا؟ ايوه في حد بيضرب عليا، اهو اهو. واو على الليست اللي يا جماعه، واو خلصت عليه. دايما اقول الاحتراف عايز مني ايه والله. واو البلو هنا تحفة، الزرع كله بلو. يعني انت عمال تمشي في الماونت بس ان ما بتعملش اي حاجة ولا بتضرب حد حتى، هي دي مشكلتي العشوائية يا جماعة. معتوه معتوه، عادي عادي عادي، مالناش دعوة بيه. على فكرة البيت ده تقريبا انا كنت فاكرة ان احنا في حاجة بنعملها جواه، بس
طب ايه احنا في الزون فين الناس؟ ماشي اوكي يلا نشوف الماونت بتاعنا. خلينا نروح نص الزوم بالظبط كده. الزون قفلت. في هنا اضاءة. اوكي دي المارك بتاعتنا. خلينا نشيل المارك. ماشي فاضل 13 في الجيم وانا عامله 4 كل. فاضل 9 وطبعا احنا 2 يبقى فاضل 7 بس. ايه ده؟ ايه شغلانتك انت في الحياه اصلا؟ لا كنسل كنسل كنسل، انا محتاجه السكلايه جدا. فاضل 6، فاضل 6، فاضل 5. ونمبر 4 المتوحد عمال يمشي بعيد عني وخلاص. حد اهو، حد اهو. ادي 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 يلا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا اوه ماي جاد، انا ضربتك انا ضربتك. هو ده اللي كان الطقم بتاعه عاجبني بره. شفتوني وانا شجره؟ خلاص بقى مش لازم تفنس، ده انت تسرد بس. والله كويس يعني، هو كان فاضل بس 3 يعني، انا طالعه تقريبا التالت او التاني حاجه زي كده. ماشي اوكي. ايه ده؟ ده رقم 4 كمان، ربنا كرمه بقى ديناصور صغنون. نفس الولد، نفس الولد اللي جابني هو اللي جابه. طيب اوكي خلاص كفايه كده، هو كده كده الجيم راح علينا خلاص. نخرج بقى. انطباع عن اللعبة حلو جدا، يعني انطباع عن اللعبة جميل جدا، بس المشكلة ان اللعبة زي ما تقولوا كده ايه، ما ينفعش تلعبوها مع حد عشوائي، يعني لازم تلعبها مع التيم بتاعك او الناس اللي انت عارفهم، او على الاقل مع ناس عرب تبقوا فاهمين بعض وبتتكلموا في ايه والكلام ده كله. انما اللعبة فكرتها حلوة جدا جدا وممتعة جدا 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 كباتل جراوند يعني. بس كده دي كانت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم واللعبة عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لي انطباعكم عنها في الكومنتس، ولو عاوزين نلعبها كمان مع بعض هنزل لكم الاي دي بتاعي في الكومنتس. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوني فيديو جديد من سوبر سما.